الوطن منحازون للحقيقة. هذا الشاب الفلسطيني وثق الحصار الإسرائيلي لبلدة كوبر قضاء رام الله مؤخراً، فكرم من قبل نقابة الصحفيين. أنا بادرت كوني ابن البلد وكوني بحب هالشغلة لتغطية الأحداث والاقتحامات والاعتقالات ومن كل النواحي. وشافت نقابة الصحفيين وتوصلوا لها شباب إنه يعني عمي فيش صحافي بتيجي على البلد مش بتغطي الأحداث، فبادرتنا نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإعطائي بطاقة صحافي. ونجح شبان البلدة في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، حيث أزالوا جميع السواتر الترابية التي وضعها الاحتلال. ليس هذا فحسب، بل ويقوم مجموعة من المتطوعين بحراسة مداخل البلدة ليلاً لحماية أهلها من الاقتحامات الإسرائيلية المتوقعة. على كل مفاصل البلد وكل مفارق البلد كان هناك شباب يسهروا يعني ليل نهار موجودين حتى يعني يمنعوا أي مباغتات أو مفاجآت للاحتلال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت الانتقام من كوبر بالاقتحامات والاعتقالات وفرض الحصار بعد تنفيذ ابن البلدة الشهيد محمد دار يوسف عملية طعن بمستوطنة آدم أدت لمقتل مستوطن وجرح 2 آخرين، لتبدأ بعد ذلك ممارسات عقابية بحق 4000 مواطن يعيشون في البلدة. جميع الناس على أعصابها، بده يجي الجيش اليوم، بده يجي الجيش اليوم، بدهم يقتحموا اليوم، بدهم مش يقتحموا اليوم، بدهم يسكروا الطريق، بدهم يسكروا الطريق، بدهم يعتقلوا فلان، يعني هذا اللي الحدث اللي بصير عند جميع أهل البلد. دخلوا الدار تقريبا الساعة 3 الصبح، إجا الكابتن اللي بقول اجمع لنا أهل البيت حطهم في غرفة، إحنا بدنا نفتش البيت. جمعناهم وجلسناهم، فتش البيت، ابني نايم. قال لي مين هذا؟ قلت له ابني. فيكناه من حد ما شاف هويته، قال لي هذا مطلوب عنا واحنا بدنا ناخذه. واخذت قوات الاحتلال مقاسات منزل الشهيد محمد تمهيدا لهدمه، وشنت حمله اعتقالات طالت 9 مواطنين، وعثت بمنازل البلده فسادا تماما كما حدث مع المواطن خلدون البرغوثي. اول يوم للحمله كان ليله الجمعه، دخلوا البيت بشكل يعني عنيف جدا، قاموا بتفجير الباب مع اني انا كنت واقف بقول لهم راح افتح الباب. دخلوا بداوا بالتهديد بالتصفيه والاغتيال والاعتقال الي ولابنائي ولاقارب الي. بعدين تم اغتيادي لانا وخالي واولاد خالي 2 انس ومحمد ونصر الله، اغتيادنا الى برج عطاره، وهناك تم عمليه التهديد والوعيد بالاغتيال والتصفيه اذا احنا بنضل في هذا الوضع، مع انه احنا يعني لا بنقرب للشهيد رحمه الله عليه ولا من جيله يعني، لكن هو من باب انه نوصل رسائل لاهل البلد انه راح يتم تهديد واغتيال بهذه الامور. تم اطلاق سراحنا بتقريبا الساعه 11 الظهر. ثاني يوم ردوا عادوا كمان بشكل اعنف، قاموا بتدمير البيت وتخريب محتوياته، وطلبوا بمصاري ونقود بحجة انها تمويل يعني من منظمات فلسطينية. طبعا ما كانش موجود مصاري، فحتى كان معي مشكات راجعة لزباين معي موجودة قاموا بمصادرتها. يذكر ان شبان بلدة كوبر قد تصدوا لجنود الاحتلال في اقتحاماتهم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة ادت لاصابة عشرات المواطنين باختناق الغاز والرصاص المطاطي والحي. وطن منحازون للحقيقة.